بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل البرج اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة من برة، بيبص على 3 شوارع. ده كده بقى يا جماعة مدخل البرج اهو، ما شاء الله مدخل فندقي، مدخل شيك جدا. دي كده البوابة بتاعته. ده كده يا جماعة ما شاء الله شكل المدخل، مدخل فخم جدا. ده شكل السقف بتاعه. دي كده شكل الأرضية. طبعا عندي أمن وحراسة 24 ساعة، 3 شيفتات بيتغيروا. ده كده المدخل. وبعد كده هنا بنخش على الأسانسيرات. ده هنا يا جماعة عندي 2 أسانسير. كده بقى يا جماعه وصلنا الدور اهو اللي فيه الشقه بتاعت النهارده. شقه النهارده يا جماعه اللي في الوش دي، الشقه يا جماعه كامله المرافق. طبعا اول حاجه هنشوفها زي ما اتعودنا عداد الكهرباء. ده هنا كده عداد الكهرباء اهو جديد كارت، ده العداد بتاعنا. وفي عداد تاني للشقه اللي هي اللي جنبنا دي. تمام، دي كده الشقه بتاعت النهارده اهي. يلا بقى نبدا نخش برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. الشقه يا جماعه مساحتها 133 متر، شقه 3 غرف وريسبشن 3 قطع اللي قدام حضراتكم ده، ومطبخ وحمام. ما شاء الله المساحه بتاعت الشقه يا جماعه على فكره تحميل قديم، يعني مساحه حلوه جدا. وطبعا كامله المرافق كهرباء وغاز وميه. طبعا شفنا بره عداد الكهرباء، وهنا كده ده عداد الغاز اهو. تعالوا بقى نشوف الريسبشن الاول ونشوف البلكونه والفيو من البلكونه. ده الريسبشن اهو يا جماعه. عندي هنا كده طرق التوزيع بتوديني على غرفتين ومطبخ وحمام، مساحتهم حلوه جدا، هوريهم لحضراتكم دلوقتي. تعالوا الاول نشوف هنا البلكونه، وبعد كده نرجع نشوف الغرف. ده كده يا جماعه التشطيب اهو باين قدام حضراتكم. الشقه هنقدر نقول ان هي عايزه وش نظافه فقط لا غير. الشقه على فكره يا جماعه تشطيبها كان سوبر لوكس، بس طبعا اصحابها كانوا قاعدين فيها وبعدين ربنا كرمهم وبينقلوا في مكان تاني تمام. فالشقه بس عايزه وش نظافه، اللي هي الحاجات بقى مكان الحاجات اللي كانت محطوطه كده بس. انما ما شاء الله التاسيس بتاع الشقه ممتاز جدا، كل حاجه متاسس لها كويس جدا، كهرباء وسباكه وكل حاجه. ده كده خلاص الريسبشن اهو شفناه. تعالوا نشوف البلكونه والفيو من البلكونه، وبعد كده نرجع نشوف الغرف. دي البلكونه اهي يا جماعه، المساحه بتاعتها حلوه ما شاء الله اهي. بص بقى من جمال الشقه بتاعه النهارده ان انت مفيش قدامك حد. بص قدامك ما شاء الله فيلا، اللي قدامنا دي فيلا اللي فيها الشجر ده ان شاء الله، وشارع برضو شارع رئيسي كبير، شارع حوالي 20 متر او اكتر. بص يا جماعه مفيش حد قدامك خالص اهو. بص منظر الخضره والشجر بصراحه من المناظر الجميله جدا، والنخل الجميل اهو ما شاء الله، وفي مسجد كمان اهو يا جماعه. وطبعا ده العنوان بتاعنا المريوطيه الرئيسي يا جماعه، اللي هناك ده محور المريوطيه الرئيسي. دي كده يا جماعه الايه البلكونه. بعد ما شفنا البلكونه في حاجه برضه اوريها لحضراتكم عشان اوريكم بس ان الشقه متاسس لها كويس. بص يا جماعه الصرف بتاع المكيفات اهو، معمول الصرف والستاند، هتركب بس المكيف بتاعه، وطبعا الكهرباء كلها متاسسه بتاعه المكيف. يلا نبدا نرجع كده تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. هنا كده عندي مع ريسبشن في غرفه، دي كده يا جماعه تعتبر اول غرفه بتقابلنا اهي. دي مساحتها تقريبا 3.5 في 4 الصافي يا جماعه، ما شاء الله الشقه مساحات الغرف فيها حلوه جدا، مساحات الصافي اللي انا بقولها دي اهي. بصوا يعني واخده ما شاء الله، واخده انتريزي معموله هنا كده زي ليفنج او حاجه زي كده، فواخده معانا المساحه مستريحه اهو. كان في هنا الشاشه كانت محطوطه هنا، فالمساحه ما شاء الله حلوه يا جماعه. بصوا اهي يعني انت بقى لو هتعملها غرفه نوم برضو تبقى حلوه جدا، مساحتها حلوه يعني تاخد معاك غرفه نوم مرتاحه. عندي الغرفه دي برضو بتبص على نفس الفيو بتاع البلكونه، اوريه برضو لحضراتكم اهو. بصوا يا جماعه نفس الفيو اهو ما شاء الله، والشمس داخله كمان اهي كويسه ازاي، حلوه الشمس ما شاء الله. دي كده الغرفه الاولى والفيو من الغرفه الاولى، وبرضو شفنا الفيو من الريسبشن. تعالوا يلا نرجع بقى نروح نشوف طرقه التوزيع اللي كانت في الاول العرض اهي. هنا كده ده باب الشقه اهو اللي احنا جايين منه. دي هنا كده بقى طرقه التوزيع. بصوا يا جماعه زي ما بقول لحضراتكم الشقه بس عايزه وش نظافه، الحاجات البسيطه بس الصغيره المعموله دي هنديها بس وش نظافه. هنا كده بتجيلنا غرفه، هنخش نشوفها برضو ما شاء الله يا جماعه. بصوا الغرفه مساحتها عامله ازاي
المساحه بتاعتها ما شاء الله واخده غرفه نوم مرتاحه جدا، يعني السرير ده مثلا 160 او ممكن يبقى 180 كمان، والدولاب ما شاء الله 3 غرف كبار. بص غرفه واخده الحاجه مرتاحه جدا، والمساحه عندنا بص المساحه فاضيه معايا قد ايه بعد طبعا التسريحه والاثنين كومود اهو. بص يا جماعه والتشطيب برضو اهو، بص التشطيب، التشطيب على فكره يا جماعه سوبر لوكس زي ما قلت لكم، بس هنغير لون مش اكتر، هندي وش دهان بس، وش نظافه هنا كده برضو. تعالوا نشوف الفيو بتاعها، ده هنا كده شباك جيب بيبص برضو على نفس الشارع يا جماعه ونفس الشجره اهو، ما شاء الله اول ما فتحت الهواء دخل جميل جدا. يبقى كده في عندنا غرفتين على الشارع وريسبشن، وهيبقى عندنا بقى غرفه واحده بس هي اللي ايه اللي داخليه على منور. الغرفه دي يا جماعه مساحتها تقريبا 4 في 5 ما شاء الله، مساحتها حلوه جدا. والشقه يا جماعه بصوا الخشب برضو بتاعها خشب متكلف، خشب حلو، يعني الشقه دي متاسسه صح، كل اللي هتاخده بس وش بهام تبقى في منتهى الجمال، وربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. تعالوا نشوف الغرفه الثالثه، وبعد كده نروح نشوف المطبخ والحمام. دي كده الغرفه الثالثه اهي، دي تقريبا كانت غرفه البنوته، طبعا اللون البينك ده البناتي بناتي يعني اهو يا جماعه. دي كده الغرفه الثالثه، دي مساحتها تقريبا 3 في 3 او 3 متر و20 في 3 متر و20، وهنا ده بتبص على المنور، دي تعتبر الغرفه الوحيده اللي بتبص على المنور عن طريق شباك الجيب ده اهو يا جماعه. الغرفه اهي مساحتها حلوه على فكره والله، يعني برضو شايف المساحه بتاعتها ما شاء الله كويسه. دي كده تعتبر الغرفه الثالثه. تعالوا نشوف بقى ايه المطبخ. طبعا اخواتنا ستات البيوت اهم حاجه بيهتموا بيها في الشقه المطبخ، مطبخ ما شاء الله يا جماعه. بصوا المساحه بتاعته، مساحته جميله جدا ما شاء الله. هو الغاز راكب اهو، الغاز واصل عندي هنا اهو، عامل له وصلتين، دي وصله للبوتاجاز ودي الوصله بتاعت السخان اهو يا جماعه. طبعا الحوض ستانلس الغاطس على الرخام اهو يا جماعه. المساحه بتاعت المطبخ ما شاء الله عامله ازاي، الشقه دي على فكره تاسيسها حلو جدا. ده كده المطبخ. قبل ما نشوف الحمام، في عندي هنا معمول مكان اهو للغساله الاوتوماتيك، معمول الصرف بتاعها اهو ما شاء الله، المكان تحس ان هو مرسوم على الغساله. بعد كده بقى نشوف الحمام، ده الحمام اهو يا جماعه، ودي المساحه بتاعته، مساحته حلوه اهو. عندي برضو كابينه شاور اهي، عامل كابينه شاور يعني واخد كابينه شاور مرتاح اهو. دي كده كابينه الشاور اهي، الباب بتاعها اهو برضو التوضيح اهو عشان تبقى كل حاجه واضحه. دي كده كابينه الشاور وده الحمام، ودي كده الشقه بتاعت النهارده. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه مساحتها 133 متر تحت العجز والزياده، تحميل قديم يعني المساحه بتاعتها مرتاحه زي ما حضراتكم شفتوا كده. الشقه 3 غرف وريسبشن 3 قطع ومطبخ وحمام. الشقه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه، وفي برضو في برضو وصله نت على فكره يا جماعه برضو مع الشقه. الشقه عنوانها فيصل المريوطيه الرئيسي، شارع المريوطيه الرئيسي. الشقه في الدور الخامس، برج فخم واتنين اسانسير. الشقه مطلوب فيها 1,700,000. وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعه 1 ظهرا وحتى الساعه 9 مساء، والاجازه الرسميه يوم الجمعه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.